ساخن وأحداث ساخنة في مدينة غزة، تحديدا في حي الزيتون وحي الصبرة. منذ ساعات الصباح الأولى قصف مدفعي مكثف ومركز على محيط شارع 8 في حي الزيتون، أيضا طيران حربي لا يتوقف بين الفينة والأخرى عن القصف بصواريخه الإسرائيلية. أيضا شهدنا على قصف مدفعي للقنابل الدخانية والفسفورية في محيط حي الزيتون حسب شهادات العيان، حيث أن حالة من النزوح في حي الزيتون في هذه اللحظات، ونحن على الهواء مباشرة، لا تزال المدفعية الإسرائيلية تكثف بضرباتها. أيضا الطيران الحربي الإسرائيلي قام قبل قليل بإطلاق النار باتجاه بيوت المواطنين الآمنين في حي الزيتون. أيضا تقدم للآليات في محيط شارع 8 في جنوب مدينة غزة. هذه الأحداث المتسارعة كلها كأنها تدق الحرب طبولها من جديد في منطقة غزة، جنوب مدينة غزة تحديدا في حي الصبرة وفي حي الزيتون. الآن على الهواء مباشرة تزداد ضربات المدفعية الإسرائيلية في هذه المناطق، أيضا النزوح يعيد من جديد ويتكرر للأهالي والمواطنين في مدينة غزة. هذه الأحداث وهذه الوتيرة المتصاعدة في مدينة غزة إلى هذه اللحظات. نعم، طيب مدى أيضا عن الأوضاع المدنية في قطاع تحديدا في مدينة غزة في ظل هذا القصف المستمر، كيف تبدو أيضا الأوضاع المدنية لديك والإنسانية؟ يعني أوضاع قاسية وأوضاع كارثية. إذا ما تحدثنا عن الغارات المستمرة والمتتالية في مدينة غزة وما بين الوضع الإنساني الكارثي، الناس هنا يعني لا يعرفون حقيقة أين يتوجهون، أين يذهبون. مناشداتهم المتكررة والمتواصلة عبر قناة الغد وعبر الإعلام أنهم بحاجة إلى هذه الحلول، بحاجة إلى مساعدات، بحاجة إلى المستلزمات الطبية. إذا ما تحدثنا تحديدا عن الخدمات الطبية والوضع الطبي والصحي الكارثي في مدينة غزة، كل هذه الأحداث المتتالية إذا ما كانت يعني من القصف الإسرائيلي ومن الوضع الإنساني، هي حالة كارثية تماما للمواطن هنا في مدينة غزة.